في العام 72-900 رزق عبد الله النصراوي الساري المعروف في مدينة محمدية بمولوده البكر، وسماه بوبكر تيمنا بجده. ولد بوبكر أعمى، وقد حاول والده بكل ما أوتي من مال وجاه أن يعالجه، ولكن محاولاته لم تثمر. وبعد أن جاب كبريات المصحات في أوروبا وأمريكا استسلم لقضاء الله، وصار يركز كل جهده على توفير المناخ الملائم لهذا الطفل حتى يستطيع التغلب قدر المستطاع على عاهته. خصه بالمربيات الأكثر كفاءة، ولما صار في سن التعلم جعل له معلمين يدرسونه في البيت. وقد مكنت تلك العناية الفائقة التي يحظى بها بوبكر من أن تكشف عن ذكاء حاد كان يتمتع به الفتى. كانت له قدرة خارقة على الحفظ والتحصيل. كثيرون هم الذين قالوا إن عدم إبصاره زاد من قوة ذاكرته. بعض ممن تولوا تعليمه يذكرون أنهم لم يكونوا يوما بحاجة إلى تكرار الدرس. في سن 16 نال بوبكر بن عبد الله النصراوي شهادة البكالوريا، والتحق بكلية الاقتصاد، حيث كان من بين الطلبة الذين تميزوا وتفوقوا. وبما أن والده كان يوفر له كل الإمكانيات المادية، فقد أرسله بعد أن حصل على الإجازة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحضير شهادة الدكتوراه، وقد كان مثار إعجاب وتقدير من قبل أساتذته. خلال السنوات التي قضاها في أمريكا تعرف بوبكر إلى عدة فتيات، ومنهن فتيات مغربيات كن تدرسن في الولايات المتحدة الأمريكية. بعض منهن لم تخفين الرغبة في الارتباط بالشاب الضرير، ولكنه كان يتوجس من نواياهن، ولذلك لم يكتب الاستمرار لأي من تلك العلاقات. عاد بوبكر إلى المغرب حيث لازم والده يساعده في تدبير أعمال الأسرة. كانت بالنسبة للشاب الضرير فرصة اطلع خلالها ودون إخوته على أسرار وخبايا النشاط التجاري الذي كان يزاوله والده. في حياته اليومية كان الضرير يعتمد منذ أن عاد إلى المحمدية على والدته. ولما توفي والده عبد الله النصراوي حل بوبكر محله، قام بتصفية الشركة وأعطى كل وريث حقه، وأنشأ لنفسه شركة جديدة. كانت العناية التي يلقاها من والدته إذ كانت تكفيه كل حرج قد عززت لديه امتناعه عن الزواج. ولكن العمر تقدم بوالدته وصارت عاجزة عن الاعتناء به، وذات يوم جاءها الأجل المحتوم ورحلت إلى دار البقاء. لم يحزن بوبكر قط مثل ما حزن على فراقها. الآن فقط صار وحيدا يعلم معنى العزلة. كانت تجارته رائجة، وقد وجد في كاتبة والده السيدة منيرة خير معين، كانت الوحيدة التي يمنحها ثقته. كانت في العقد السادس من العمر، ولكنها حافظت على حيويتها ونشاطها، وكانت تعتبر بوبكر بمثابة الابن منها، تساعده في المأكل واللباس فضلا عما تقوم به في المكتب. وقد جاءته يوما تعرض عليه توظيف كاتبة أخرى تساعدها، فوض لها الأمر. عهد بوبكر أيضا إلى أحد المهندسين ببناء بيت جديد، كان يلح على أن يتم تجهيزه بأحدث وسائل التكنولوجيا التي تتيح لضرير مثله أن يتحرك دون التعرض لأذى. في جملة ما اقترحه التحكم عن بعد في الأبواب، وتفاديا لإزعاج الخادمات اللواتي يعملن في البيت، فقد طلب فتح نافذة في غرفة نومه تتيح لهم النظر والتأكد مما إذا كان موجودا دون الحاجة إلى الدخول إلى الغرفة. ذات صباح بينما كان يتلمس طريقه إلى مكتبه، مر بمكتب السيدة منيرة بعد أن سمعها تتحاور مع امرأة أخرى. وما أن توقف بباب المكتب حتى بادرته بأن الفتاة من المرشحات لشغل وظيفة الكاتبة الجديدة. كانت الفتاة تتحدث عن الوضعية الاجتماعية لأسرتها. سمعها بوبكر وهي تتحدث عن صعوبة الظروف التي تجتازها أسرتها بعد أن أفلست الشركة التي كان يعمل بها والدها. لما انتهت المقابلة
دعا بوبكر السيدة منيرة إلى مكتبه وطلب منها أن تتولى شخصيا التثبت مما كانت تدعيه الفتاة بشأن أوضاع أسرتها. بعد يومين جاءته تؤكد أنها علمت بوسائلها الخاصة أن الفتاة لم تكن تكذب، إذ ذاك أمر بوبكر بتوظيفها، وكانت السيدة منيرة قد اطلعته من قبل على الكفاءات العلمية التي تتمتع بها. في الأسبوع التالي تسلمت الكاتبة الجديدة مهامها، اسمها عليا تامر، كانت فتاة اضطرها فقر عائلتها بعد فقد والدها لعمله إلى الانقطاع عن كلية الحقوق حيث كانت تتابع في السنة الثانية ولتبحث عن فرصة عمل. كانت في أوقات الفراغ تنكب على مراجعة الدروس على أمل اجتياز اختبارات نهاية السنة. أبهرت عليا سيدة منيرة بتفانيها في العمل، كما بدا أنها فتاة ذات خلق. انقضت فترة التدريب التي تحددت في سنة، وكانت السيدة منيرة على اقتناع تام بأن الآنسة عليا تستحق ترسيمها. وقد أثار انتباه بوبكر ذلك الانسجام الذي حصل وبسرعة بين السيدة منيرة والآنسة عليا، ولأنه كان يضع كامل ثقته في السيدة منيرة فإنه فسر ذلك التجاوب الحاصل بينهما بأنه ربما كان باب أمل. بدأ يسري في فكره حلم الزواج، وقد أحس بأن عليا ربما كانت الفتاة التي تعذر لقاؤها من قبل لتكون نصفه الثاني. في الواقع لم تكن السيدة منيرة بمنأى عن هذا الأمل الذي انبعث من جديد في نفس بوبكر، ذلك أنها جعلت الآنسة عليا وتحت إشرافها تتولى شؤون إطعامه. فكر الثري الضرير في الأمر، كان يتساءل: هي تتولى الطعام وبعضا من الشؤون الخاصة، فلما لا تقوم بما تقوم به باعتبارها زوجة؟ طلب بوبكر من أمينة أسراره السيدة منيرة أن تجس النبض وأن تسعى إلى استكشاف رأي عليا في الزواج منها. لم تكن الشابة تصدق، ولكن إلحاح منيرة جعلها ترى أن الأمر جدي. خطبها بوبكر من أبيها، وبعد الزواج بنى لأسرتها بيتا في حي عصري، كما أنشأ لوالدها تجارة. تبدلت أحوال عليا سريعا، صارت الآن حرم السيد بوبكر النصراوي رجل الأعمال المعروف، صارت ترتدي من الثياب فاخرها، وصارت لها سيارة فارهة. في ظرف عامين صارت عليا من سيدات المجتمع المرموقات في المحمدية. كان بوبكر يبدو سعيدا، ومع ذلك فإن ما كان يقلقه هو الذي تعود على تتبع كل صغيرة وكبيرة في البيت وفي العمل، أن بالبرنامج اليومي لزوجته ساعات ثلاث لم يجد بعد سبيله لمتابعة ما تقوم به أثناءها. كان ذلك من الأمور التي تؤرقه وتؤجج بداخله أسئلة كثيرة وبعض الغيرة. انتهز فرصة سفره وحيدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبما أنه كان يعشق كل جديد في المجال التكنولوجي وبشكل خاص ما يمكنه من تخطي العقبات التي تشكلها إعاقته، فقد اشترى هاتفا نقالا لإهدائه إلى زوجته. لم يكن هاتفا عاديا، إذ تم تجهيزه بشريحة إلكترونية تتيح لبوبكر أن يتنصت على كل المكالمات التي تجريها زوجته، بل وأن يحدد الأماكن التي ترتادها. فرحت عليا بالهدية، ولم تكن تدري أنها صارت تحمل معها أذنا لزوجها بوبكر. الحلقة الثانية والأخيرة. تزوج بوبكر النصراوي الثري الضرير المعروف في المحمدية، تزوج بعد أن ظل يتردد عدة سنوات. كان يخشى ألا تسعى تلك التي تقبل بالزواج منه إلا للاستفادة من ثروته. كانت عليا تامر زوجته قد التحقت بشركة منذ فترة قصيرة، وقد شجعه على طلب يدها ما لمسه من انسجام بينها والسيدة منيرة الكاتبة الخاصة لوالده التي رافقته في مشواره ومنذ البداية. كانت في جملة المهام التي أوكلت إلى عليا الإشراف على إعداد الوجبات الغذائية لسيد بوبكر، وقد سأل نفسه ذات يوم لما لا تقوم بتلك المهام باعتبارها زوجة وليس بصفتها كموظفة.
كان ذلك السؤال مدخلا لمرحلة جديدة في حياة بوبكر بن عبد الله النصراوي. قرر الزواج وهو في 42 من العمر. مرت سنتان ولم يرزق منها بولد. كانت الشهور الأولى من الزواج ذروة سعادة لديه، ولكنه هو الذي تعود على تتبع كل صغيرة وكبيرة إن في البيت أو في الشركة، لم يتمكن من التخلص من جانب الحيطة والحذر الذي لازمه منذ صباه، منذ أن وعى أنه لا يرى كالآخرين. بالنسبة إليه فإن الخطر قد يأتي من كل جهة. لاحظ بوبكر أن بالبرنامج اليومي لزوجته ثغرة من 3 ساعات لا يدري أين تمضيها. كانت بؤرة غامضة بالنسبة إليه. هو يعلم أنها صارت من سيدات المجتمع المعروفات في مدينة المحمدية، وهو يعي بأن الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها تتطلب وقتا، ولكنه يعلم أيضا أن الساعات 3 التي تغيب فيها عليا عن البيت وعن المكتب وعن العمل الاجتماعي تقضيها في مكان ما رفقة أحد ما لغايات ما. كان الشك ينخر أعماقه، ولعله لم يحس من قبل بما يحس به الآن من عجز. صحيح أنه بمقدوره أن يستأجر من يتقفى خطوات زوجته التي تحلق بعيدا عن عش الزوجية كما يظن، ولكنه كان يرفض أن تعرض قضاياه الشخصية والحميمية على رصيف الفضوليين، ولذلك قرر بوبكر أن يتولى الأمر بنفسه. كان تحديا جديدا عليه أن يرفعه، فإذا كان لا يبصر فإنه يؤمن بأن العمى عمى القلوب، وأن لديه من الذكاء والدهاء ما يجعله يستطيع رفع التحدي. كذلك كان يردد في قرارة نفسه. استغل سفرا قام به منفردا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلوس حيث كان يدرس، التقى بأصدقاء قدامى. وأثناء تلك الزيارة كان حريصا على الاطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات. الذي كان يهمه بالأساس كل ما يساعده على تذليل العقبات التي تمثلها إعاقته. علم أن في جملة ما استحدث في تقنيات التواصل هاتف النقال يتيح تحديد مكان حامله، وبما أنه كان غير مبصر فقد طلب تكييف الهاتف بتجهيزه بشريحة إلكترونية تمكنه من التنصت على المكالمات التي تصدر أو ترد على ذلك الهاتف. اشتراه وقد فكر أن يجعله هدية لزوجته عليا. فرحت المرأة الشابة بالهدية، لم تكن تدري أنها صارت تحمل معها أذنا لبوبكر تتيح له أن يسمع كل ما تقوله. منذ اليوم الأول الذي استعملت فيه ذلك الهاتف كان بوبكر يتنصت على مكالماتها. كان يريد أن يرصد ما تقوم به خلال الساعات 3 التي تمثل بالنسبة إليه ثغرة في برنامجها اليومي. ذات مكالمة هاتفية سمعها تتحدث إلى شخص لم يتعرف إلى اسمه. كانت تقول له أن ينتظرها في المكان المعلوم وألا يتأخر حتى لا يتفطن الأعمى. كانت المرة الأولى التي سمعها تقول عنه الأعمى. كانت المرة الأولى التي سمعها تصفه بعاهته، لأنها كانت المرة الأولى التي رصد فيها مكالمتها مع من صار واردا جدا أن يكون عشيقها. بعد ذلك كان كلما رصد مكالماتها مع ذلك المجهول كان يسمعها تقول إن الأعمى فعل وإن الأعمى قال وإن الأعمى. لم يحس بوبكر من قبل بألم أشد، ولكنه كان يسائل نفسه لما كل هذه العدوانية من امرأة أنقذها من الفقر. جاءت ضعيفة فقيرة تطلب العمل في شركته فوظفها، ثم لما تزوجها أخرج عائلتها من الفقر بأن اشترى لها بيتا محترما وبأن فتح لوالدها تجارة. أحس بوبكر بأنه طعن من الخلف. هو في عتمة أيامه يواجه الآن امرأة خائنة، وعاهته لا تتيح له الانتقام بطريقة كلاسيكية. عليه أن يدبر الأمر. كان في جملة ما استنتجه أنها تأتي بعشيقها إلى المنزل حين يغيب، ولذلك فكر في أن تكون الخطة محكمة وأن يطال انتقامه عليا وعشيقها في آن واحد. قال في نفسه إنه لن يشرك أحدا في خطته.
أتى بقنينة غاز وخرطوم بطول عدة أمتار وطلب وضع الكل في المرآب. مرت عدة أيام نحو أسبوعين، ثم رتب لسفر إلى هولندا للقاء بشركاء له هناك. كانت السيدة منيرة هي التي رتبت السفر، حجزت للسيد بوبكر تذكرة السفر وغرفة في الفندق الذي سينزل فيه. في 25 من يونيو من العام 10 و2000، وكان يوم جمعة، رافقت عليا زوجها إلى المطار. لم تغادر إلا بعد أن أقلعت الطائرة إلى أمستردام. في الواقع كانت رحلة من الدار البيضاء إلى أمستردام مع توقف في مدينة طنجة. خطط بوبكر أن ينزل في طنجة، ولذلك لما همت الطائرة بالنزول أبلغ المضيفة بأنه لن يستطيع مواصلة الرحلة إلى أمستردام وسينزل بطنجة، وتم له ما يريد. مباشرة بعد أن أتم الإجراءات خرج واستقل سيارة أجرة من باب مطار ابن بطوطة وطلب العودة به إلى المحمدية. وصل في حدود 1 صبحا، دخل منزله دون أن يحس به أحد، توجه إلى المرآب، تلمس الطريق إلى قنينة الغاز، ربط بها الخرطوم ومضى يسحبه إلى تلك النافذة الصغيرة التي تفضي إلى غرفة النوم. كان بسمعه المرهف قد أحس بوجودها في الفراش. هو يعلم أنها ليست وحيدة، فآخر مكالمة هاتفية لها تنصت عليها كانت مع عشيقها وقد تواعدا على قضاء ليلة لن تنسى. بهدوء فتح بوبكر النافذة وأدخل أنبوب الغاز. لما أحس به وقد تدلى إلى غرفة النوم عاد يتلمس الطريق إلى المرآب، توجه مباشرة إلى قنينة الغاز وأدار المفتاح قليلا، كان حريصا على ألا يسمع أي صوت. عاد مرة أخرى إلى النافذة الصغيرة وحرص على أن تكون شبه مقفلة. بعد 20 دقيقة سمعها تكح، ثم سمع وقع خطى، ثم سقط الذي كان يخطو. بعد ذلك تناهت إلى سمعه أناتهما، ثم بعد دقائق لم يعد يسمع شيئا. سحب خرطوم الغاز وعاد إلى المرآب، فك قنينة الغاز وأخذ الخرطوم ألقى به في صندوق القمامة. لما خرج اتصل بشركة تاكسيات، وبعد ربع ساعة جاءته سيارة أجرة أقلته إلى منزل له على الشاطئ. كان نسيم الصباح يضيف إلى نشوة الانتقام طعما خاصا. مكث هناك حتى حدود 10 صباحا، ثم أخذ وجهة مقر شركته. قال إنه وصل لتوه من المطار. طلب من السيدة منيرة أن تتصل بزوجته لتبلغها بعودته. ظل هاتف عليا يرن، لم تتلقى منيرة أي رد، وعادت إلى بوبكر تخبره. هو كان يعلم أنها لن تجيب. قال لها أن تتصل بالبيت وتطلب من إحدى الخادمات أن توقظها. لما ذهبت إحداهن إلى غرفة النوم كان الباب موصدا، طرقت ولم تتلق ردا. ولما أطلت من تلك النافذة الصغيرة ظهر لها رجل عار ملقا على الأرض. اتصلت بالشركة وأخبرت السيدة منيرة. لما أبلغته سارع بالتوجه إلى البيت، فتح الباب، كانت بجانبه 3 من الخادمات، سمعهن تصرخن. قالت له إحداهن إن بالغرفة رجل عار إلى جانب ربة البيت السيدة عليا، وكانت عارية هي الأخرى. تظاهر بوبكر بالانهيار وبأنه أغمي عليه، ثم لما استعاد وعيه كما توهمت الخادمات اتصل بالسيدة منيرة وطلب منها أن تتصل بالشرطة. لما حضر مفتش للشرطة وبعد أن تمت المعاينة نقلت الجثتان إلى المستودع البلدي للأموات. لم يجد الطبيب الشرعي كبير عناء في إثبات أن الوفاة نتجت عن تسرب للغاز. أوكل الملف إلى العميد محمد بن جرير، وكان معروفا بمهنيته وتجربته ودهائه. بدأ بإجراء خبرة أثبتت أن أي تسرب للغاز من الشبكة المنزلية لم يحدث. إذاك كان عليه أن يستجوب السيد بوبكر. حكى أنه اكتشف الفاجعة بعد أن عاد من سفره إلى هولندا. مر العميد بن جرير بمكاتب شركة السيد بوبكر النصراوي وتفحص دفتر مواعيده،
وقد اكتشف أن موعد هولندا الذي سافر من أجله في 25 يونيو قد ألغي. كانت التحريات التي قام بها فريق العميد بن جرير قد أكدت أن الرجل غادر مطار محمد الخامس، ولما اكتشف أن موعد أمستردام قد ألغي وبعد أن لاحظ أن الرحلة تتوقف في طنجة اتصل بشرطة مطار ابن بطوطة. بعد أقل من ساعة كان يتلقى الرد، السيد بوبكر النصراوي نزل من الطائرة في مطار طنجة. قبل أن ينتقل إلى الاعتراف علم بوبكر أن الذي كانت تتخذه عشيقا حبيب قديم من حارتها. في ثمانينيات القرن الماضي شاع لجوء كثيرين من بين الوجهاء وكبار المسؤولين والتجار والأغنياء والفقراء أيضا إلى الاستعانة بالسحر والسحرة للحفاظ على المال والجاه والمنصب، أو للحصول على حظوة لدى هذا المسؤول أو ذاك، أو للخروج من دائرة الفاقة. صحيح أن الظاهرة ليست جديدة، صحيح أيضا أنها ليست قصرا على مجتمع دون آخر، ولكن الأمور كانت تحظى بكتمان غريب. الكل يعلم بها وكثيرون يلجؤون إلى التمائم والتعاويذ والحروز، ولكن الجميع يتفقون على الإبقاء على ذلك في نطاق زاوية الظل التي تخفي أشياء كثيرة. وطبيعي أن يحتل المشعوذون والسحرة ومن يدعون الخوارق موقعا محوريا في حياة كثير من الناس، يستشارون ويعمل بآرائهم وتتبع نصائحهم. وكثيرا ما تملك الواحد من أولئك السحرة أو المشعوذين زمام حياة أناس كثيرين. في أواسط ثمانينيات القرن الماضي كانت لدى مسؤول في أحد الأقاليم البعيدة عن الرباط زوجة من طينة تلك النساء اللواتي تستعن بالسحرة والعرافين لتوجيه دفة حياتها الأسرية، ولكن أيضا للحفاظ على تلك المكانة الرفيعة التي يحتلها الزوج والتي تضمن لها مكانتها بين سيدات المجتمع في ذلك الإقليم بل وخارجه. لم يكن الزوج المسؤول الرفيع يعلم بذلك، ولعله كان لا يريد أن يعلم. كانت تلك الزوجة المهووسة بالحفاظ على مكانتها، وهي بالمناسبة زوجته الثانية، لا تتردد في أن تحشو الحزام الجلدي لزوجها بأصناف مختلفة من التمائم المواشاة بالطلسمات شتى، منها ما يحفظ من العين، ومنها ما يجلب القبول، ومنها ما يعطيه تلك الهيبة التي يحتاج إليها، ومنها تلك التي تمكنه من أن ينال الحظوة لدى الوزير. لم تكن السيدة لتبخل على نفسها، وكانت تتسلح بكل تلك القلادات المحشوة بالتمائم والتي تجعل زوجها يهيم في حبها ولا يرفض لها طلبا. هي تعتقد جازمة أنها ما كانت لتحصل عليه زوجا لولا التمائم والبخور والحروز. ذات يوم من أيام فبراير الباردة من العام 88 تلقى اتصالا هاتفيا من الرباط. في الجانب الآخر من الخط كانت كاتبة الوزير تنقل إليه تعليمات عاجلة، عليه أن يحضر في الغد إلى مكتب الوزير حاملا معه ملفا يهم الإقليم الذي يتولى به المسؤولية. زمنها في مثل تلك الظروف المناخية يستغرق السفر إلى الرباط 10 ساعات. أبلغ زوجته بهذا السفر المستعجل، هيأت له حقيبته وانطلق بعد ساعة يقود سيارته بنفسه، إذ لم يكن لديه متسع من الوقت لانتظار السائق. بعد 3 ساعات توصل باتصال على جهاز اللاسلكي. كانت المتصلة مرة أخرى كاتبة الوزير تبلغه بأن الموعد تأجل وأن عليه أن يحضر في الأسبوع المقبل، ومعه ملف آخر يتعين تدارسه في الرباط. لم يكن أمامه من خيار سوى العودة إلى مدينته، وقد وصل في حدود 4 فجرا. وكان صاحبنا قد درج على عدم إزعاج زوجته الجميلة حين يعود متأخرا إلى مقر إقامته. كان كل الأعوان قد آووا إلى فرشهم، وكان له جناح في تلك الإقامة لا تدخله سوى الخادمة الخاصة بزوجته، وكانت هي الأخرى قد آوت إلى غرفتها. فتح الباب دون أن يحدث صوتا. لما دنا من فراشه
مهتديا بالضوء الخافت القادم من الممر، فوجئ بأن زوجته الجميلة ليست وحيدة في فراشها، كان معها رجل لم يسبق له أن رآه. كانت صدمته قوية، شلت قدرته على الحركة والكلام عدة ثوان، ثم فكر أن يأتي من مكتبه بمسدس يفرغ ما به من طلقات في رأس الزوجة الخائنة وعشيقها، ثم بدأ يفكر في الذي سيحدث بعد أن يقتلهما. كان صاحبنا متمسكا بمنصبه، بل إنه كان يطمح إلى ترقية وشيكة في السلم الإداري جاءته بشارتها قبل بضعة أسابيع. كان يسائل نفسه، هل تستحق تلك التي خانته أن يضحي بمساره الإداري الحافل؟ هل يضحي بكل ذلك وتصير قصته حديث المجالس يدلي فيها برأيه كل من هب ودب؟ كان شيئا ما بداخله يدفعه إلى التريث، ولكن تباشير الصباح كانت آتية، وربما نهضت الخائنة والعشيق من نومهما ومحى كل أثر للخيانة. كانت الأفكار والسيناريوهات تتدافع في مخيلته، ما الذي سيفعل؟ من مكتبه في مقر إقامته اتصل برئيس الأمن الإقليمي، كانت تربطه به علاقة ود واحترام عدا العلاقة الوظيفية. وقد حسب رئيس الأمن الإقليمي أن المسؤول ربما يريد أن يبحث معه قضية طارئة. في حدود 5 صباحا وصل المسؤول الأمني إلى الإقامة، وجده في الانتظار، وسريعا أدخله مكتبه وطلب منه أن يخفض صوته. كان رئيس الأمن الإقليمي ينظر إليه بنوع من الترقب الممزوج بالاستغراب، ثم ازداد استغرابه لما انهار الرجل باكيا. ظل صامتا ينظر إليه، ثم بعد لحظات كفكف المسؤول الكبير دموعه، استرجع أنفاسه، ثم تكلم أخيرا. في مقدمة كلامه ندب حظه الذي أوقعه في حب تلك التي وصفها بالباغية، تلك التي تزوجها وجعل منها سيدة مجتمع مرموقة، ثم كافأت حبه ووفاءه بأن خانته. لم يترك مجالا لرئيس الأمن الإقليمي ليتساءل، قال إن الخيانة قائمة في غرفة نومه. أمسك بيده وقاده إلى الغرفة، فتح الباب بحذر ثم انجلى المشهد. كانا عاريين على الفراش. أغلق الباب وعاد إلى المكتب. سأل العميد الإقليمي عما يمكن القيام به. كان رئيس الأمن الإقليمي رجلا معروفا باجتناب الاندفاع. أطرق يفكر، ورأى أنه بالإمكان القيام بكل ما يتعين القيام به وبسرية تامة. قال إنه سيقوم بتصويرهما في الوضع الذي هما عليه، ثم سيتظاهر بالقبض عليهما ويراقب ردة فعلها. كان الغرض أن تدفع إلى القبول بحل ودي، وأن تخرج من حياته دون مشاكل. وافق الزوج على هذا التصور الذي سيخلصه من المشكلة دون إثارة ضجة. اتصل رئيس الأمن الإقليمي بأحد مساعديه وطلب منه الحضور فورا برفقة مصور من فرقة مسرح الجريمة لمهمة سرية للغاية. بعد ربع ساعة دون إحداث أي صوت، بأقدام حافية تسللوا إلى غرفة النوم. كانت المرأة هناك إلى جانب عشيقها. أخذ المصور موقعه وضغط على الزر، أومض ضوء الفلاش. استيقظ العشيق مذعورا، ثم أعمت نظره ومضة أخرى من الفلاش، ثم هبت المرأة. كانت مذعورة ومذهولة، حاولت أن تجر غطاء لتستتر. كان المصور قد التقط ما يكفي من الصور لتكون دليل إثبات لفعل الخيانة الزوجية. ما أن تبينت المرأة وجه زوجها بين تلك الوجوه التي اقتحمت غرفة النوم، حتى ارتمت على قدميه تقبلهما. نظر إليها من أعلى قامته، ثم انصرف بينما قام الضابط الحاضر بتصفيدها وتصفيد عشيقها. جيء بهما إلى المكتب،
وبدأ رئيس الأمن الإقليمي يملي على الضابط محضر معاينة خيانة زوجية. كان الزوج ممسكا عن كل كلام، وكان العميد الإقليمي يتعمد إسماعهما تلك الأرقام التي تحيل على فصول في القانون مع التشديد على ما تتضمنه من عقوبات. كان ذلك في جملة الخطة التي اعتمدها لمعالجة الموضوع. انخرطت المرأة في البكاء، كانت تطلب الصفح من زوجها المخدوع، قالت إنها تقبل بالخروج من حياته وبالكيفية التي يريد. كان ذاك ما يبغيه الزوج، كان كل ما تريده أن يظل ما حدث طي الكتمان. ومع أن ما قالته المرأة مثل الهدف المنشود، فإن العميد واصل استجواب عشيقها وبحضورها. قال هي التي دعته إلى فراشها، وإنه يستجيب لكل تلك النساء اللواتي هن من مستواها. في منتصف ذلك اليوم بوشرت مسطرة تطليق المرأة التي أقرت بأنها ضبطت متلبسة بالخيانة الزوجية. البحث الذي أجراه العميد مع ذاك العشيق كشف عن أنه يدعي السحر والخوارق وقضاء حوائج الراغبين في الجاه والمال والقبول. اعترف بأنه كان يوحي إلى الواحدة منهن بأن حوائجها لن تقضى إلا بمضاجعة الجني القائم على قضاء تلك الحوائج. كان يقول إنه وكيل ذلك الجني. في العام 2006 لما حصلت عايدة الخمار على شهادة البكالوريا، التحقت بكلية الحقوق في سطات. أمضت عاما دراسيا كاملا تتنقل بين الكلية ومدينتها خريبكا. كانت مواظبة لا تفوت أيا من الدروس أو المحاضرات، ولكنها لم تكن تخفي الصعوبة التي تلاقيها للاندماج في محيطها الجديد. وهكذا بنهاية السنة الدراسية قررت التوجه وجهة أخرى. اختارت الالتحاق بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وقد تسنى لها ذلك بعد أن اجتازت المباراة بنجاح. وعكس ما واجهته في كلية الحقوق بسطات من صعوبات في التأقلم، فإنها استطاعت وفي ظرف وجيز أن تنسج شبكة من العلاقات مع زميلاتها وزملائها في المعهد. وفي سياق الدروس التي كانت تتلقاها، كان الأساتذة يوكلون إليها كما إلى باقي زملائها إعداد تقارير وإنجاز استطلاعات ميدانية حول حوادث آنية وأخرى تشكل حلقات متميزة في تاريخ المغرب. ولم تغب عن المواضيع التي تناولتها تلك التي تتعلق بالميدان الرياضي. كانت عايدة الخمار تجد سعادة في القيام بتلك الاستطلاعات، وكان يزيد من حماسها وإقبالها على الاجتهاد الاستحسان الذي كانت تلاقيه من قبل أساتذتها. سريعة مرت السنوات الأربع التي أمضتها في المعهد العالي للإعلام والاتصال. وعندما تخرجت التحقت عايدة بصحيفة يومية هي من كبريات الصحف الوطنية. كان عليها أن تمضي فترة تدريب من سنة قبل أن يتم تثبيتها في وظيفتها. خلال تلك السنة تولى تأطيرها أحد الصحفيين المرموقين، وقد لمس لدى الشابة ميلا نحو الاستطلاعات الميدانية. كانت تتميز عن الآخرين بأسلوب يجعل القارئ يسافر في عمق وتفاصيل الحدث. كانت تستهويها تلك القضايا الجنائية، حيث يجتمع الغريب من السلوك والنصب والاحتيال والانتقام والقتل في صوره الأكثر بشاعة. كانت تجد عبر تلك القضايا طريقها لاستكشاف كل متناقضات المجتمع. بعد أن انقضت سنة التدريب تم تثبيتها في وظيفتها وعينت مساعدة للمسؤول عن صفحة الحوادث. كانت تبحث عن الخبر والمعلومة بحماس كبير يكاد يشبه الاندفاع الأعمى، وقد استطاعت أن تكون شبكة من العلاقات التي تتيح لها الوصول إلى الخبر وإلى التفاصيل. كذلك أقامت علاقات مع عدد من المسؤولين الأمنيين وكتاب الضبط في المحاكم، دون أن تغفل الكتاب العموميين وكل من قد يكون مصدرا جيدا للمعلومة. في 2 صباحا من 7 شتنبر من العام 2001 أيقظتها رنات هاتفها. ردت بآلية
وبصوت غلبت عليه بحة. كان المتصل أحد المتعاونين معها، أبلغها باكتشاف جثة رجل مقطعة في الغابة بمدخل الدار البيضاء. قال لها إن الشرطة القضائية توجد في عين المكان تحاول العثور على أدلة وآثار تساعد في فك لغز الجثة المقطعة. ارتدت ملابسها بسرعة وحملت آلتي التصوير والتسجيل وركبت سيارتها وانطلقت مسرعة. بعد ربع ساعة كانت هناك. كانت الشرطة تقيم حاجزا لمنع دخول الفضوليين وكل شخص لا ينتمي إلى الشرطة إلى المحيط الذي اكتشفت به الجثة. كان العميد المكلف بالمعاينة يسهر شخصيا على منع كل تسلل. صادفت في المكان أحد مفتشي الشرطة سبق لها أن تعرفت عليه، وقد مكنها من الوصول إلى أقرب نقطة مسموح بالوصول إليها، ولكنه لم يقدم لها أي معلومة خشية أن يؤثر ذلك على مجرى التحقيق. كانت تريد الوصول إلى معرفة الذي حدث. في تلك الأثناء وصلت سيارة إسعاف لنقل الجثة المقطعة إلى المستودع البلدي للأموات لوضعها رهن إشارة الطب الشرعي. ترصدت سيارة الإسعاف ولما تحركت تبعتها بسيارتها. كانت تعرف حارس المستودع البلدي للأموات الذي زودها بمعلومات مثيرة، فقد علمت منها أن الجثة تعود لرجل فوق 50 من العمر، وأنها قطعت إلى 3 مجموعات: الرأس والجذع والأطراف. عدا هذه المعلومات فقد تمكنت من الحصول على توضيحات أخرى من أحد العاملين في المشرحة. قال لها إن صاحب الجثة كان يحمل أوشاما على ذراعيه توحي بأنه بحار، وأن ملابسه كانت تحمل آثار مخدر الشيرة. علمت عايدة أيضا أن أثر نشارة خشب وجدت في أماكن تقطيع الجثة. بالنسبة للصحفية الشابة فإن ما ظفرت به من معلومات يعد صيدا ثمينا. كانت الساعة تشير إلى 4:15 صبحا. اتصلت بمطبعة الجريدة، علمت أن الصفحة الأولى لم تطبع بعد. اتصلت برئيس التحرير، اعتذرت عن إزعاجه في تلك الساعة المبكرة وأبلغته بالخبر الذي حصلت عليه. وافق على أن ينشر الخبر في الصفحة الأولى كعنوان على أن ينشر ما لديها من معلومات في صفحة الحوادث. توجهت رأسا إلى المطبعة، صاغت عنوانا لمقالها، كتبت: الدار البيضاء، جثة بحار مقطعة في الغابة، الجريمة مرتبطة بتهريب المخدرات. في صفحة الحوادث أدرج المقال القصير الذي تضمن المعلومات التي حصلت عليها في المستودع البلدي للأموات من الحارس ومن أحد الموظفين هناك. بالنسبة لعايدة فإن السبق الصحفي الذي حصلت عليه لن يلبث أن يفعل مفعوله. عادت الصحفية الشابة إلى منزلها، حاولت أن تنام ساعتين قبل الالتحاق بالجريدة، حاولت عبثا، فقد لازمتها قضية الجثة المقطعة. كانت تحاول تحديد الجهات التي تستطيع أن تعول عليها للحصول على معلومات أوفى. في الصباح في ولاية أمن الدار البيضاء كان العميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية يتصفح الجرائد الصادرة ذلك اليوم، وفجأة قطب جبينه. في الصفحة الأولى من الجريدة التي تعمل بها عايدة وبالبنط العريض على 6 أعمدة عنوان بارز: الدار البيضاء، جثة بحار مقطعة في الغابة، الجريمة مرتبطة بتهريب المخدرات. التفاصيل في صفحة الحوادث. سريعا قلب العميد الصفحات إلى أن وصل إلى صفحة الحوادث التي كان يحيل عليها العنوان البارز. في بضعة أسطر معلومات حول الجثة والآثار التي تحملها، معلومات لها من الدقة ما استدعى غضب العميد. كانت تلك المعلومات تكاد تتطابق مع ما تضمنه التقرير الأولي حول الجثة المقطعة، ولكن الذي أثار انتباه العميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية أن العنوان استبق الأحداث وأقام صلة لم تكن مثبتة بعد بين القتل وتقطيع الجثة وتهريب المخدرات.
استدعى العميد المكلف بالبحث وعلم منه أن تلك الصحافية الشابة وصلت إلى المكان وقتا قصيرا بعد وصوله، وأنه تحاشى منعها من الاقتراب من مسرح الجريمة، وأنه لم يقدم لها أي معلومة. مضى العميد إلى أن تلك الصحفية معروفة بجرأتها وأنها شابة مغامرة. عقب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأن اندفاعها قد يكلفها ثمنا باهظا، فالجثة المقطعة توحي بأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، وما نشرته صباح اليوم فيه خلاصات متسرعة. كانت الساعة تشير إلى 9:30 صباحا عندما رن الهاتف في مكتب عيد الخمار. كان المتصل رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بدت وكأنها تتوقع اتصالا من الشرطة. طلب منها العميد معرفة المصادر التي استقت منها معلوماتها. ردت بتلقائية أنها ملتزمة بالتكتم على مصادرها، لم تكن ترغب في قطع الصلة برجال الأمن، وأردفت أنها مع ذلك مستعدة للتعاون مع الباحثين إذا ما كان تعاونها مفيدا. أنهى العميد مكالمته بأن وعدها بتزويدها بالمعلومات الصالحة للنشر والتي لا تعيق مجرى التحقيق. باقتراب الواحدة ظهرا غادرت عايدة مقر الجريدة. كانت تقصد مطعما على بعد بضعة شوارع تعودت على الالتقاء فيه بعدد من زملائها. لاحظت أن سيارة يمتطيها اثنان تتبعها. أصابها رعب شديد. الحلقة 23. لما صدرت الجريدة تصدر صفحتها الأولى ذاك العنوان الكبير الذي يقول: الدار البيضاء، جثة بحار مقطعة في الغابة، الجريمة مرتبطة بتهريب المخدرات. في صفحة الحوادث بتوقيع الصحفية الشابة عيد الخمار مقال قصير يتضمن معلومات عن الجثة المقطعة التي تم اكتشافها بعد منتصف الليلة الماضية. كانت عايدة قد حصلت على تلك المعلومات من حارس المستودع البلدي للأموات ومن أحد الموظفين العاملين بالمشرحة. يتعلق الأمر بجثة رجل تجاوز 50 من العمر، تم تقطيعها إلى 3 مجموعات: الرأس والجذع والأطراف. كانت ساعداه تحملان أوشاما عادة ما يحملها البحارة، كما أماكن التقطيع حملت أثر نشارة الخشب، وعلى الملابس ضبطت آثار مخدر الشيرة. فوجئ العميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتلك المعلومات التي تكاد تتطابق تماما مع ما ورد في التقرير الأولي للضابط الذي تولى المعاينة. وكما توقعت عايدة ذلك، فقد اتصل بها العميد يستفسر عن مصادرها. امتنعت الصحفية الشابة عن كشف من زودها بتلك المعلومات، ولكنها وحتى لا تقطع كل الجسور أبدت استعدادها للتعاون مع المحققين إن رأوا في تعاونها فائدة. أمضت صباحها ذاك منتشية بما حققته من سبق صحفي، وفي حدود 1 ظهرا كما دأبت على ذلك غادرت مقر الجريدة متوجهة إلى مطعم تعودت أن تتناول فيه وجبة الغداء. كانت تلتقي هناك عددا من زملائها، ومنهم ثرثارون ينطقون بمعلومات هامة من حين لآخر. وهي في الطريق لاحظت أن سيارة تتبعها، غيرت مسارها حتى تتيقن من ذلك. كان على متن تلك السيارة السوداء شخصان. أصابها خوف شديد. توقفت عند إشارة ضوئية، استغلت تلك الثواني وأخرجت هاتفها النقال واتصلت بالعميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. أبلغته بأمر السيارة التي تقتفي أثرها وبالرجلين اللذين على متنها. كاد يعاتبها ولكنه أمسك إذ أدرك أن الوقت ليس وقت عتاب. طلب منها أن تأخذ وجهة الطريق الساحلي، وعندما تصل إلى سينما كاميرا ترسل إشارة ضوئية. قال لها إن رجال أمن سوف يواكبونها. اتبعت تلك التعليمات. لما وصلت إلى النقطة المحددة انطلقت سيارة على متنها مفتشان
وراء السيارة التي تلاحق عايدة. تم الاستخبار عن أرقام تلك السيارة وسرعان ما تبين أنها زائفة. من حيث لا تدري فتحت الصحفية الشابة عايدة الخمار مسلكا أمام الباحثين لم يكن متوقعا، وقد يقود إلى كشف هويتي الرجلين اللذين على متن السيارة. كان المفتشان على اتصال بالخلية التي تأسست لمتابعة الموضوع والتي تعمل تحت الإشراف المباشر لوالي الأمن، وسريعا تم اتخاذ جملة من الإجراءات تروم تطويق الأظناء. اتصل العميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعايدة وأبلغها أنها تواجه وضعا صعبا إن لم يكن خطيرا إن هي أرادت المضي في مغامرتها. ردت عايدة بأنها لن تتراجع، إذ ذاك طلب منها أن تأخذ وجهة أقرب مكان عمومي، مقهى أو مطعم يكون به زبناء كثيرون. قال لها إن ذلك قد يجعل الاثنين اللذين يلاحقانها يترددان في التعرض لها. تم تحديد المكان الذي ستتوجه إليه، كان مطعما معروفا على بعد ربع ساعة تقريبا. أبلغها العميد بأنها ستلتقي هناك برجل يحمل في يده عدد اليوم من الجريدة التي تشتغل فيها. بعد 20 دقيقة كانت عايدة بالقرب من المطعم تركن سيارتها. لاحظت أن تلك السيارة السوداء تجاوزتها وتوقفت غير بعيد. دخلت المطعم، طلبت وجبتها، ثم مضت إلى مكان النظافة لتغسل يديها ووجهها. في تلك الأثناء لحق بها رجل مديد القامة كان بيده عدد اليوم من جريدتها. دون مقدمات انزويا وراء الباب وعلق على رقبتها قلادة. قال لها إنها ميكروفون مزود بجهاز للإرسال سيتيح تتبع كل ما قد يدور بينها والرجلين. تناولت طعامها ثم غادرت مسرعة إلى سيارتها. ما أن دخلتها رن هاتفها. كان المتصل رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. طلب منها أن تأخذ طريق دار بوعزة. وهي في الطريق لاحظت أن السيارة السوداء تلاحقها، وكلما كانت تبتعد عن الأماكن التي تكثر فيها الحركة كانت السيارة السوداء تقترب أكثر. ثم في لحظة في مكان شبه خال من المرة تجاوزتها تلك السيارة. قام السائق بحركة بهلوانية وأرغمها على التوقف. نزلت وأسرعت في اتجاه حقل مجاور. أسرع أحدهما وراءها. بعد بضعة أمتار أمسك بها. كان صاحبه قد ركن السيارة السوداء وجاء يساعده. حملاها إلى سيارتها وانطلق بها. كانت سيارة تحمل 4 مفتشين تتابع من بعيد الذي حدث. كانت التعليمات ألا يتدخلوا. أخذت سيارة عايدة التي يقودها أحد الرجلين طريق العودة إلى الدار البيضاء. كانت فرقة أخرى من الشرطة قد تلقت إشارة بشأن المسلك الذي أخذه الجنيان. في 4 دقائق وبسرعة جنونية اخترق عين دياب وتوجه وجهة عين سبع. تناوبت 3 سيارات تحمل رجال الأمن على المتابعة. دخلت السيارة حيا صناعيا وتوقفت عند باب أحد المعامل. فتح الباب وبسرعة أغلق. في غرفة العمليات كان يسمع كل ما يدور بين الرجلين وعايدة الخمار، شتائمهم وهم يرغمونها على النزول من السيارة، ثم صوت خطى في مكان رجع الصدى به قوي، ثم صوت باب يفتح، شتائم أخرى، ثم رجل يسألها من أين لها بكل تلك المعلومات التي نشرتها في جريدتها. تلك الجريدة شتائم جديدة. صوت آخر يسألها كيف علمت أن الجثة لرجل عمل بحارا. حاولت أن تراوغ وتتهرب من الإجابة. عاد الصوت يشتمها. هذه المرة قال لها إنها ستلقى نفس مصيره بعد قليل، وبسخرية أضاف لكنك لم تعلمي بعد لما قتل بحارك. لم يدم الصمت طويلا إذ أردف الصوت
لأنه تطاول على أسياده وأولياء نعمته الخائن. في غرفة العمليات بمقر ولاية الأمن في الدار البيضاء لم يعد هناك من شك، الصحفية الشابة تواجه الآن خطر الموت. تم إبلاغ النيابة العامة التي أذنت باقتحام ذلك المعمل. في الجوار كانت مكتملة استعدادات الاقتحام، استنفر 20 من الضباط والمفتشين من الشرطة القضائية ومن الاستعلامات العامة، وصدر أمر الاقتحام. تولى عنصران متخصصان في اقتحام الحواجز تسلق سور المعمل، في ثوان معدودات فتحا الباب. انتشر الرجال حول البناية وما لبثوا أن اقتحموها، فاجأوا 4 رجال في قاعة بها عدة آلات، حاولوا التمترس وراء عيدة واتخاذها درعا، ولكن محاولتهم فشلت إذ سرعان ما أحاط بهم الرجال. تم تصفيد 4، وقبل اقتيادهم إلى مقر ولاية الأمن تم تفتيش المعمل. كان معملا لصناعة توابيت الموتى، كانت هناك عدة آلات لتقطيع الخشب، على إحداها أثر دم. كان العميد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد حضر إلى المعمل وأمر بأخذ عينة من أثر الدم. أثناء عملية التفتيش لوحظ أن التوابيت التي تصنع هناك تتكون من شقين، شق خشبي وآخر من القصدير. كانت التوابيت معدة للتصدير في مكتب من افترض أن يكون المسؤول الأول عن المصنع. لاحظ الباحثون وجود دولاب مغلق، لما تم فتحه فوجئ رجال الأمن باحتوائه على كمية كبيرة من ألواح مخدر الشيرة. تم حجز ما اكتشف ونقل 4 إلى مقر ولاية الأمن. أثناء استنطاقهم تبين أن 3 منهم لم يكونوا سوى رجال يأتمرون بأوامر رابعهم واسمه عزيز الغندور، وعلى عكس أعوانه فإنه لم يكن معروفا لدى مصالح الأمن. كان الباحثون يسعون إلى الحصول على كل الأدلة التي تثبت العلاقة بين الرجل المقتول الذي قطعت جثته وصاحب مصنع توابيت الموتى. كانت مصلحة التشخيص القضائي قد توصلت باستقراء بصمات القتيل إلى تحديد هويته. اسمه مروان الناري وكان يلقب بالثعلب، عمل فترة في البحرية الملكية ثم تم طرده بعد أن ثبت تورطه في تهريب المخدرات. كان مختبر الشرطة العلمية قد أكد أن عينة الدم التي اكتشفت على آلة نشر الخشب تعود إلى مروان الثعلب. تبين للمحققين أن صاحب المعمل كان ينشط في تهريب المخدرات باستعمال تلك التوابيت. جاء في اعترافاته التفصيلية أنه شريك لمقاول إسباني اسمه مانويل بارتولو دياس، وهو متخصص في صناعة التوابيت. كان الإسباني يستخدم الأخشاب والمواد التي تدخل في صناعة التوابيت حيث يتم التصنيع في معمل الظنين. كان الاتفاق أن تحشى تلك التوابيت بين الخشب والقصدير بألواح الشيرة. اعترف عزيز الغندور بأنه كان وسيطا في نشاط التهريب الذي يمارسه الإسباني. لما سئل عن الثعلب مروان الناري قال إنه قتله لأنه طالب بنصيب أكبر من عائدة التهريب، ولما لم يحصل على ذلك صار يهدد بكشف المستور، ثم قرر التخلص من جثته بتقطيعها. اعترف الغندور أيضا بأنه قرر خطف الصحفية عايدة الخمار بعد أن قرأ مقالها في الجريدة حيث تؤكد أن الجثة قد تكون لبحار وأن وراء الأمر تجارة للمخدرات. تم تقديم الغندور وأصحابه إلى النيابة العامة بالمنسوب إليهم. تلقت عايدة تهانئ والي الأمن، وفي الغد كان لها سبق صحفي آخر، فقد نشرت مقالا مفصلا يحلل لغز الجثة المقطعة.